واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. بعد أن تحدثنا عن معنى الجهاد وحكمه، وبعد أن تحدثنا عن المناخ التربوي الذي ينبغي أن يتحقق لكي يكون الجهاد مؤديا غايته، محققا ثمرته، بعد هذا كله نقف أمام نموذج عملي يجسد هذا الجهاد الذي تحدثنا عنه خلال هذه الدروس كلها. تحدثنا عن الجهاد وحكمه، وهل شرعه الله عز وجل لجبر الناس وحملهم على الإسلام قسرا، أم إن الله شرعه لحماية مكتسبات أكسبها وأعطاها لعباده المسلمين، ودرءا لحرابة يقوم بها الأعداء؟ ذكرنا هذا، وذكرنا بعد ذلك المناخ الذي ينبغي أن يتحقق حتى يكون الجهاد مثمرا. هذا الكلام كله في الواقع كلام نظري، لكن إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام وأن نبحث عن ساحة ميدانية نرى فيها تطبيق هذا الذي ذكرناه، ما هي هذه الساحة التي يمكن أن نجسد فيها عمليا كل ما قد سبق أن أوضحنا؟ هذه الساحة هي في الواقع فلسطين. مشكلة فلسطين هي التي تجسد الواقع التطبيقي لتجربة الجهاد كما قد عرفناه وكما قد وعيناه. في العالم العربي والإسلامي اليوم بقعة من البقاع التي لا شك ولا ريبة في أنها جزء لا يتجزأ من دار الإسلام، وهي فلسطين. فهذه البلدة أو هذه الأرض، هذه البقعة قد أورثها الله سبحانه وتعالى للمسلمين عندما أصبحت دار إسلام، وعندما دخلت في حرز وملك المسلمين عن طريق الجهاد. نعم، وقد عرفنا أيضا في الدروس التي مرت بنا أن دار الإسلام تبقى إلى يوم القيامة دار إسلام، أي يجب على المسلمين أن يتحملوا مسؤولية حمايتها طالما كانت تحت أيديهم، ويجب أن يتحملوا مسؤولية إعادتها إلى حظيرة الإسلام إن هي خرجت من سلطانهم وأيديهم. وهذا معنى قولنا إن دار الإسلام لا تتحول بعد ذلك إلى دار كفر، وإن بسط الكافرون والأعداء أيديهم ونفوذهم عليها. إذن إذا وجدنا أن هذه البقعة أو أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي قد استلبت من المسلمين بعد أن جعلها الله دار إسلام تحت حرزهم ورعايتهم، إذن يجب على المسلمين كافة أن يبذلوا كل ما في وسعهم لإعادة هذه البقعة إلى حظيرة الإسلام. ما هي البقعة التي استلبت فعلا من المسلمين بعد أن جعلها الله عز وجل دار إسلام؟ هي فلسطين، وكلكم يعرف ذلك. طيب، فإذا كان الأمر كذلك، وقد عرفنا أن الله عز وجل شرع الجهاد كما قد سبق أن أوضحنا وشرحنا وفصلنا، عرفنا أن الله شرع الجهاد
حماية لممتلكات وحقوق إسلامية، ودرءا لحرابة واقعة أو متوقعة نخاف منها ونتبين الخطط المرسومة لها. الجهاد شرع لهذا، وقد وجد السبب لمشروعية الجهاد، وهو استلاب الأعداء أيا كانوا لهذه البقعة. إذن الجهاد الذي شرعه الله درءا للحرابة قد أصبح واجبا الآن. هنا نلفت النظر إلى شيء، نقول الآن الشيء الذي يحرك العالم العربي والإسلامي أمام هذه المعضلة وفي الواقع السياسة، المد والجزر السياسي هما اللذان يحركان العالم العربي والإسلامي تجاه هذه المشكلة، وهذا شيء واضح. الآن أصبح التيار السياسي هو المتغلب وهو المحرك، فإن رأيت أن العالم العربي يتحرك جيئة وذهابا من أجل حل هذه المشكلة، فلتعلموا أن الذي يحرك إنما هو التيار السياسي. إذا كان الأمر كذلك، هل هذا يعني أن علينا أن نغلق ملف الشريعة الإسلامية وأن لا نتحدث عن حكم الجهاد بالنسبة لحل هذه المعضلة، نظرا إلى أن السياسة هي التي تقود اليوم وهي التي تحرك وهي التي تشكل التيار الدافع؟ نعم. إذن لم يبقى لسلطان الشريعة الإسلامية مكان حتى نأتي بباب الجهاد ونتحدث عنه ونطبق أحكامه على هذه المعضلة ونجعل من هذا الجهاد الوسيلة الأولى لحل هذه المشكلة. البعض من الناس يقولون أو ربما يخطر في بالهم أن الحديث عن الجهاد الإسلامي وما شرعه الله بالنسبة لحل هذه المشكلة لم يعد ذا جدوى، ذلك لأن الذي يقود العالم ويحركه ويهيجه إلى المحاولات وإلى الوسائل المختلفة إنما هو عامل واحد، هو عامل السياسة. إذن لا داعي إلى أن نتحدث عن حكم الجهاد لأنه لا دور له الآن على الساحة. هل هذا التصور صحيح؟ لا، هذا التصور ليس بصحيح. لماذا؟ ذلك لأن السياسة تذهب وتأتي، والسياسة ألوان كالطيف، يأتي لون يفرض نفسه ثم يغيب هذا اللون ويأتي لون آخر ويغيب هذا اللون ويأتي لون آخر، والواقع أن هذا هو شأن السياسة. ففي كل عصر قد تنظر فتجد أن سياسة جديدة تهيمن، بعد حين تتقلص فاعلية هذه السياسة ويأتي دورا لسياسة جديدة أخرى وهكذا. أما حكم الشريعة الإسلامية فثابت لا يتغير أبدا بشكل من الأشكال، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي مهما رأينا الظروف السياسية تتبدل وتتغير وتفرض نفسها وتفرض سلطانها، لكن ينبغي أن دائما أن نكون على ذكر لحكم الشريعة الإسلامية الثابت والذي لا يتغير أمام مثل هذه المشكلة. ألوان السياسة تذهب وتأتي وتتبدل وتغير وتتغير، نعم، ولكن إذا عدت إلى
ما تقرره الشريعة الإسلامية وتوجبه على المسلمين في هذا الصدد أحكام ثابتة لم تتغير منذ أن نزل القرآن وحيا من عند الله إلى أن تقوم الساعة. إذا كان الأمر كذلك فلندع السياسة تسير على نهجها كما تشاء، ولندع الساسة أيضا يتخبطون بسياستهم كما يشاءون، ونسأل الله لهم الرشد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق للوصول إلى ما هو الحق. ندع هذا جانبا، ولكن ينبغي أن نفتح ملف الشريعة الإسلامية وأن نكون متذكرين دائما للواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المسلمين في هذه الحالة. ما هو؟ سواء استطعنا أن نطبق هذا الواجب أو لم نستطع أن نطبق، لأن التيارات السياسية هي التي تقود وهي التي تفعل فعلها. على كل، سواء استطعنا أن نتحرك كما يأمرنا الشرع الحنيف أو لم نستطع أن نتحرك، أقل المراتب يجب أن نكون أمام معرفة دقيقة لما يقوله الإسلام في هذه الحالة. أيجب أن لا ننسى حكم الشريعة الإسلامية في هذا الصدد. اليوم الظروف السياسية لا تسمح، لكن غدا ربما تتبدل الظروف السياسية ونجد أنفسنا أمام فرصة سانحة لتنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. فهل نسبل بيننا وبين حكم الشريعة الإسلامية سترا نقول فلنستسلم للتيارات السياسية التي تفرض نفسها علينا، تيارات متنوعة مختلفة، ولندع الشريعة جانبا لأن الشريعة لم يعد لها دور؟ لا، أقل ما يوجد لها من دور أن نكون على علم بما تقرره الشريعة الإسلامية، وأن نتذكر دائما، وأن نورث هذا العلم للجيل الآتي فيعلمون حكم الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بهذه المشكلة وحلها. هذه الفاتحة ينبغي أن نتبينها جيدا. طيب، الآن نضع هذه المشكلة أمام أبصارنا وبصائرنا، مشكلة فلسطين التي كانت إلى الأمس القريب جزءا لا يتجزأ من أرض إسلامية طاهرة نقية من الشوائب، وإذا بها استلبت وتحولت إلى بؤرة في قلب العالم العربي والإسلامي، غريبة عن الإسلام وغريبة عن المسلمين وغريبة عن المجتمع الإسلامي، بؤرة غريبة فرضت في داخل المجتمع العربي والإسلامي. هذا الوضع كيف وجد وكيف تحقق؟ هل المشكلة تتمثل في أن وطنا لإخوة لنا استلب منهم، فالمشكلة محصورة في علاقة ما بين هؤلاء الإخوة ووطنهم؟ هذه هي المشكلة، يعني المشكلة لا تمس العالم العربي ولا تمس العالم الإسلامي ترى، وإنما هي عبارة عن أناس إخوة أعزة لنا كانوا يقيمون في وطن لهم، وكانت الأرض أرضهم والديار ديارهم، ثم إن عدوا جاء فاستلب هذا الوطن منهم. المسألة عبارة عن أمر يتعلق بما بين هذه البقعة وأصحابها وهم الفلسطينيون. هل المشكلة هذه هذا هو حجمها؟ لا. إذا عدنا إلى الماضي ودرسناه وتتبعنا أحداثه إلى اليوم سنجد
أن هذه المشكلة التي فرضت لن تفرض على جزء عزيز من هذه الأمة، على فئة من العرب والمسلمين، فكانوا هم الذين حاق بهم الخسران، لا، وإنما أريد لهذه المشكلة أن تكون تصديعا للأمة العربية والإسلامية كلها. إذا عدتم إلى تاريخ هذه النكبة ستجدون الأمر تماما على هذا النحو، والوقت لا يتسع أيها الإخوة لفتح الملف التاريخي لهذه النكبة، لكن تعالوا نمر بسرعة خاطفة لتتبين المعنى الذي ينبغي أن يكون ماثلا في ذهن كل مسلم. كل مسلم، الحكومة البريطانية في عام 1917 جاءت على أعقاب حكومة سابقة كانت ضد في الواقع التيار الصهيوني. هذه الحكومة التي جاءت والتي كان يمثلها الثلاثي المعروف لويد جورج وجورج في الواقع وينستون تشرشل وجورج بلفور، هؤلاء الثلاثة، هؤلاء كانوا دعامة الحكومة التي جيء بها من أجل تنفيذ الخطة الصهيونية العالمية. هؤلاء الثلاثة معروف عملهم ومعروف عمالتهم للصهيونية تماما، لويد جورج، بلفور، جورج بلفور، تشرشل. هؤلاء الثلاثة وجدوا أنفسهم أمام الظروف التي تهيئ للحرب العالمية الأولى، وكان روتشيلد هو الذي ينفخ في نيران هذه الحرب ويهيئها لصالح الصهيونية تماما. ولا مجال للحديث عن الوسائل التي كانت تتهيأ من أجل أن تكون هذه الحرب إذا وضعت أوزارها تحقق الهدف الذي رسمته الصهيونية لنفسها، وفي مقدمة ذلك استلاب هذه البقعة لأهداف. النادي الزجاجي الذي ربما يعرفه بعض منكم أو لا يعرفه في بريطانيا، والذي أقيم آنذاك من أجل أن يكون بؤرة لأحط وأسوأ مظاهر الإباحية، كان وسيلة فعالة من أجل جمع الناس الذين والرؤساء والسياسيين الكبار الذين ينبغي أن يجندوا لتنفيذ هذه الخطة. ولا أريد أن أطيل في دور هذا النادي الزجاجي والذي يتعلق دائما بالسلاح الأول للصهيونية في العالم كله، ألا وهو سلاح تحطيم الأخلاق ونشر الإباحية إلى أحط الدرجات التي يمكن أن تتحقق. ما الذي حصل أيها الإخوة؟ بلفور ذهب إلى أمريكا حيث كانت المركز الصهيونية قد توضع هناك، والواقع أن أمريكا لم تكن متحمسة لدخول هذه الحرب مع بريطانيا إطلاقا، ولكن بلفور الذي كان وزيرا لخارجية بريطانيا آنذاك ذهب إلى أمريكا واتصل بهذه الدائرة الصهيونية التي كانت تدير العالم من أمريكا آنذاك، وأكدت أنها إن استطاعت هذه الصهيونية العالمية أن تقنع أمريكا بالدخول في الحرب العالمية الأولى لصالح بريطانيا، فإنها من الآن تعد الصهيونية العالمية بأن تنجز لها كل ما تبغي،
وأن تهيئ لها السبل الكفيلة بتقديم فلسطين وطنا يهوديا لها. كان هذا في شهر نيسان عام 1917. ما جاء شهر حزيران من العام ذاته إلا وكانت أمريكا قد أرسلت كل قوتها وكل ما تملك من أسلحة لتضعها تحت سلطة بريطانيا. أجل، واشتعلت الحرب العالمية الأولى وسارت على النهج الذي خططت له الصهيونية، نعم، ضد ألمانيا، وتحقق ما تعرفونه من وعد بلفور وإعلانه والتزامه بتحقيق كل الوسائل التي تيسر للصهيونية العالمية أن تبني وطنا قوميا، هكذا، وطنا قوميا لليهود في فلسطين. ما هي المصلحة الأوروبية والأمريكية في دعم الصهيونية في هذا الهدف؟ وروتشيلد لماذا لم يتحرك في هذا الأمر؟ لماذا الذي قام وتحرك وزير خارجية بريطانيا بلفور، لماذا هو الذي قام؟ السبب أن الخطة الغربية البريطانية كانت آنذاك، هو الذي بريطانيا هي التي كانت تقود، كانت تهدف إلى شيء بعيد، هو تحطيم الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية إذا تحطمت وانتهى عهد السلطة العثمانية، هل في ذلك ضمانة لانتهاء الخلافة؟ لا، لا ضمانة، كما كتب تقارير بهذا. ممكن للخلافة العثمانية أن تتهاوى وأن تذهب وتندثر، ولكن العالم الإسلامي لا يزال موجودا، تتحول الخلافة من الأتراك إلى العرب، لا يكونون قد فعلوا شيئا في هذه الحالة، الخطة ما تحققت، بل لعل الخلافة إذا آلت إلى العرب تكون المشكلة بالنسبة للغرب أشد. إذن ينبغي أن يكون السعي قائما على دعامتين: الأول إنهاء الخلافة الإسلامية المتمثلة في الخلافة العثمانية، ثانيا ينبغي أن يتهيأ الإسفين الذي ينبغي أن يضرب في قلب العالم العربي والإسلامي حتى تتحول الأمة العربية والإسلامية إلى قطع متناثرة جثاث. هذا ينبغي أن يكون مع ذاك الوسيلة إلى تحطيم الخلافة العثمانية مخطط لها، والحرب العالمية الأولى كانت أداة من أدواتها. على أعقاب الحرب العالمية الأولى لفظت الخلافة العثمانية آخر أنفاسها، ولكن الشيء الذي كان يخيف بريطانيا أن الخلافة العثمانية تندثر هنا لتستيقظ هناك، وأنتم تعلمون أن العالم العربي كان يحلم بأن تتحول الخلافة من أيدي الأتراك إلى أيدي العرب. ما الشيء الذي يضمن أن يدوخ العرب والمسلمون وأن لا يفرغوا لنقل الخلافة من مكان إلى مكان، وأن تتصدع وحدة الأمة؟ ما الشيء الذي يضمن تحقق هذا الأمر حتى لا يتفرغ العرب من أمر من أجل إعادة لم شعثهم وجمع شملهم؟ هذا الإسفين، ما هو هذا الإسفين؟ وجود هذا الوطن القومي اليهودي في فلسطين. سيكون هذا الشغل الشاغل للعرب، ولسوف يكون وجودهم الأداة التي تحرك أسباب الخلاف من حوله. إذن مشكلة فلسطين أو هذه النكبة ليست نكبة جزئية تتمثل في بقعة يملكها جزء من الأمة العربية والإسلامية ألا وهم الفلسطينيون، ولم يكن المراد بها إيقاع الخسارة
بهذه الفئة من الناس، وإنما كان الهدف من ذلك أن تدفن الخلافة الإسلامية في قبر أبدي، يطمئن الغرب أن لا يقف لهذا الميت بعد ذلك، والسبيل هو هذا الأمر. وإلا يعني بلفور لم يكن يعني مستسلما لليهود من أجل مصلحة اليهود أو من أجل مصلحة الصهاينة، ولكنه كان يخطط مع بني قومه ومع أمثاله من الذين كانوا يطمحون إلى أن ينالوا ميراث العالم العربي، وقد ترنحت الخلافة وآلت إلى ما يسمى بالرجل المريض، يريدون أن يضعوا أيديهم على هذا الميراث، ولكي ينالوا هذا الميراث آمنين مطمئنين ينبغي أن تذبح الخلافة من الوريد إلى الوريد، وأن لا تقوم لها قائمة لا في شرق العالم العربي ولا غربه ولا شماله ولا جنوبه ولا بين العرب ولا غيرهم. لكي يكون هذا لابد أن تتصدع هذه الأمة، ولكي تتصدع لابد من إسفين، والإسفين هو هذه النكبة. قلت هذا الكلام من أجل أن أعود فأؤكد الشيء التالي: كل من يتصور أن النكبة الفلسطينية نكبة قومية، أي محصورة في قوم وهم العرب فقط، مخطئون إن كانوا جاهلين، أو يمارسون لونا من العمالة إن كانوا يعلمون ما نعلم. وكل من يتصور أن هذه النكبة إنما نزلت بساحة إخوة لنا فقط هم الفلسطينيون، ذلك لأنهم هم الذين كانوا يعيشون فوق هذه الأرض وهم ملاكها، ولا علاقة لهذه النكبة بما وراء ذلك من العالم العربي والإسلامي، كذلك هذا وهم باطل ينأى عنه عقل أي إنسان مثقف، عربيا كان أو مسلما، مسلما عربيا كان أو غير عربي، وعربيا مسلما كان أو غير مسلم. الحقيقة التاريخية هكذا ينبغي أن نعلمها. فإذا ثبت أن الأمر كذلك، إذا ثبت أن النكبة إنما هي نكبة العالم الإسلامي وفي مقدمته العالم العربي الذي هو القلب النابض للعالم الإسلامي، إذا ثبت هذا إذن ينبغي أن يكون علاج هذه النكبة أيضا على مستوى العالم الإسلامي، وينبغي أن يحمل كبرى المسؤولية في ذلك العالم العربي، لأنه قلب العالم الإسلامي النابض. هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، وذلك شرف لهذه الأمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على مستوى هذا الشرف. طيب، إذا عرفنا أن الأمر كذلك، فما هو العلاج لهذه النكبة بناء على الشيء الذي قلته؟ هل العلاج لهذه النكبة إحياء المشاعر القومية وجمع نثار هذه المشاعر القومية وضفرها وضفرها بعضها مع بعض، وعندئذ تحل المشكلة؟ لا، لأن النكبة ليست نكبة قومية فقط. طيب، هل الحل يكمن في أن نكلف الفلسطينيين الذين هم أصحاب الدار وأصحاب الوطن أن يتحركوا كما يشاءون لحل معضلتهم، وأن ننظر إليهم كجيران لهم لا يهمنا الأمر لأننا لسنا نحن المنكوبين؟ هل الأمر هكذا؟ المشكلة مشكلة العالم الإسلامي كله. إذن ينبغي أن يكون العلاج على مستوى العالم الإسلامي. ما هو العلاج الذي ينبغي أن أن هذه النكبة يمكن أن يشفى منها العالم العربي والإسلامي بغير هذا الدواء؟ لا تتصور. وتجربة الأعوام التي مرت 50 عام خير شاهد على ما نقول. كل الوسائل قذف بها في الساحة، كل التجارب استنفدت، فلم يأتي شيء منها بطائل.
آن لنا أن نعلم أن الجهاد لا غيره هو الذي يحل هذه المشكلة. طبعا لا تنسوا ما قد قلناه، الجهاد بمعناه الشرعي الذي وعيناه وعرفناه في الدروس السابقة، والمناخ الذي ينبغي أن يتحقق لتنفيذ الجهاد ولاستثماره كما ينبغي. المناخ، لأن فينا من قد يقول طيب لو رفعنا لواء الجهاد عاليا هل سنشفى من هذه النكبة؟ إن تحقق المناخ سنشفى، إن لم يتحقق المناخ لا. لا، في عام 48 العملية يعني كانت عملية جهاد بحسب الظاهر، لأن القوى كلها تجمعت بحسب الظاهر من هنا وهنا وهنا وهناك، وتضافرت الجموع واتجهت، والناس تأملوا خيرا ورأوا في صور هؤلاء الراحلين إلى فلسطين ما يذكرهم بيوم المؤتة وتبوك ويرموك وأحد. هذا هو الجهاد العظيم. لكن ما الذي فشل ذلك الجهاد؟ عدم وجود المناخ، المناخ الذي ذكرت. لما لم يوجد هذا المناخ تغلغل الفساد، تغلغلت الخيانة، أمكنت شراء الضمائر. ذلك لأن المناخ التربويا لم يتحقق بعد، غير صالح. إذن أنا أقول العلاج هو الجهاد، ولكن على أن يكون هذا الجهاد مستنبتا في مناخه. وأعود فأقول هذا لا يعني أن المناخ إذا لم يوجد أن نرقد وننام، لا. الإنسان الذي دخل عليه الفجر وهو لم يصلي بعد مكلف بواجبين، مكلف أن يدخل إلى الحمام فيغتسل وأن يتوجه إلى القبلة فيصلي. لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا، هذا شيء واضح. أنا أتحدث عن هذين الأمرين المتلازمين. وما هو الدليل على هذا الذي أقوله لكم؟ طبعا الدليل الأول أننا مسلمون، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالجهاد وعدنا بأن ينتصر لنا إن نفذنا أمره. واقرأوا سورة التوبة، واقرأوا سورة الأنفال، وانظروا كم يعد الباري سبحانه وتعالى عباده بالنصر إن هم نفذوا أمر الله طبق ما شرع، وإن ساروا في الطريقة التربوية السائغة التي أمر الله عز وجل بها. هذا الدليل الأول، نحن مسلمون لا نشك في هذا. لكن ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني ما يمكن أن نراه لدى أعدائنا، كل الوسائل التي يتحدث عنها العرب والمسلمون اليوم من أجل حل هذه النكبة لا تحرك لدى الغربيين ساكنا. فإذا احتاجت فيما بينهم التوجهات الجادة إلى الجهاد، انظر إليهم كيف يضجون وكيف يصرخون وكيف يظهر الاضطراب وكيف تطيش أحجارهم برؤوسهم. هذا شيء واضح جدا. وقد قلت لكم لعلي في هذا المكان أو في غيره، قبل سنوات أحد ملوك البلاد العربية، وكان آنذاك ولي عهد فيما أذكر، تحدث في مناسبة وقال هكذا، ربما خرجت كلمة عفوية من فمه، إن فلسطين لا يمكن أن تعود إلى حظيرة المسلمين إلا بالجهاد. قام العالم الغربي وقعد، واتجهت الضغوط الشديدة على هذا الإنسان الذي قال هذه الكلمة، مما اضطره الأمر إلى أن يعود بعد أيام فيعدل تعبيره الذي قاله ويؤول ويبين أنه لم يعني الجهاد وإنما يقصد كذا وكذا إلى آخره. كلمة كلمة قالها، لكن الغرب قام وقعد لها. تخيل أن هذه الكلمة ربما قدحت زناد الجد لدى المسلمين، وربما فعلا انتبهوا إلى هذا الأمر. إذن هم يعلمون أن هذا الجهاد هو السلاح الذي أغمده العالم العربي والإسلامي منذ حين. فإذا امتشق هذا السلاح
على النهج السائغ السليم الذي شرعه الله، فلسوف يحين عندئذ حين الحضارة الغربية. هذا الدليل الثاني. وأقول لكم وقلتها أكثر من مرة فيما أذكر، أن صديقنا الدكتور وهب الزحيلي عندما كان يهيئ أطروحته للأستاذية في القاهرة، وكان في دار الكتب يهيئ ويبحث عن المراجع، كانت أطروحته آثار الحرب في الشريعة الإسلامية، عن الجهاد وآثاره. لقيه أحد المستشرقين الغربيين أندرسون، تعرف عليه، قال له المستشرق: ما موضوعك الذي تحضره؟ ذكر له الموضوع، فنظر عينيه وحدق فيهما وقال: ما النتيجة التي ستنتهي إليها في كتابك هذا؟ قال له زميلنا الدكتور أبي: قال: لا أدري، أنا الآن أبحث. قال له: إني أوصيك بأن تنتهي إلى القرار التالي، وهو أن الجهاد كان له معنى عندما لم تكن هنالك مؤسسات عالمية ترعى حقوق المستضعفين. الآن وقد ظهرت هذه المؤسسات متمثلة في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقبل ذلك عصبة الأمم. نعم، إذن لا داعي بعد هذا للجهاد. وأنا أعدك أنك إذا انتهيت إلى هذا القرار وأوضحت أن الجهاد لم تعد حاجة إلى مشروعيته، وأن التطور الإسلامي الذي ينبغي أن يتحقق دائما أنهى الحاجة إلى الجهاد ونسخه، إذا انتهيت إلى هذا فأنا أعدك بأن رسالتك هذه ستقرر في جامعات كثيرة في أوروبا، ولسوف تدعى أستاذا زائرا إلى هذه الجامعات، ومناه وأغراه بفوائد مالية ومغريات كثيرة، ولكن الله سلم واتخذ صديقنا من هذا عبرة. وأي عبرة؟ ووضع هذه القصة في مقدمة كتابه. انظروا أيها الإخوة كم يتوجس الغرب خيفة من الجهاد. هذا السبب في أن الجهاد أجهض بالطريقة التي ترونها اليوم. قلت هذا مرة وأعيد، وقرأنا تقارير في هذا الصدد. الشباب الجيل متوجه توجه عارم إلى الجهاد، وأن هذه المصائب التي حاقت بالعالم العربي والإسلامي لا تزول إلا بالجهاد. هذه الشعلة التي تغلي بين جوانح هذا الجيل لابد من أن تنفس. كيف يكون يتم تنفيسها؟ يتم تنفيسها بأن توجه طاقاتهم الجهادية هذه إلى حيث يتم كما يقول التقرير التآكل الذاتي في حياتهم. يعني ننفس مشاعر الجهاد فيما بينهم بطريقة أخرى، بأن يتألب بعضهم على بعض. ألا تريدون الجهاد؟ فعلا الجهاد. انظروا إلى حكامكم كفار، انظروا إلى هؤلاء الذين لا يطبقون الإسلام كفار. إذا ينبغي أن تجاهدوا، الجهاد هو أن تجاهدوهم في عقر دار الإسلام، ويأتي من يبث في أذهان الحكام أنفسهم أيضا. ألا ترون إلى هؤلاء الذين يثيرون الاضطرابات والقلق فيما بينكم من أجل أن لا تنفذوا خططكم القومية والوطنية والإنسانية والإسلامية؟ ينبغي أن تقفوا في وجه هؤلاء، يثيرون هؤلاء على أولئك وأولئك على هؤلاء، وتتنفس لواعج الجهاد وتياراته وتسترخي بهذه الطريقة من أجل أن تبقى النكبة في مأمن، ومن أجل أن لا يتجه أحد إلى البؤرة الحقيقية حيث السرطان الذي لا يعالج إلا عن طريق الجهاد فعلا. هذا الأمر دليل واضح لا إشكال فيه على أن هذه الأمة بشتى فئاتها إذا أرادت أن تتبين حلا لهذه النكبة وشفاء عاجلا أو آجلا لهذه الأمة منها
فلا بد من اللجوء إلى دواء واحد لا ثاني له، هو دواء الجهاد. طيب، هذا الموضوع انتهينا منه. الآن نريد أن نطبق أحكام الجهاد على هذا الموضوع مرة أخرى. لابد أن نعود فنتذكر خلاصة عن فلسفة الجهاد وطبيعته. الجهاد أيها الإخوة الذي شرعه الله لم ينهض في يوم من الأيام تماما كما شرعه الله على دافع من دوافع العصبية، ولا على دافع من دوافع العنصرية، ولا على دافع من دوافع الأحقاد الشخصية أبدا. الجهاد في الشريعة الإسلامية ليس كما يصف الغربيون الحرب المقدسة، يقولون عن الجهاد، يترجمون الجهاد بكلمة الحرب المقدسة، يعني أن المسلمين عندهم من الأحقاد ما يجعلهم يتغذون بالحرب ويتنفسون بهواء اسمه الحرب. فالحرب عندهم شيء مطلوب لذاته، لا يطيب لهم قرار إلا إذا وجدوا الدماء من حولهم تنهار. هذا معنى ترجمتهم لكلمة الجهاد بالحرب المقدسة، يعني الحرب التي تراد لذاتها لا لهدف، في حين أن الأمر ليس كذلك. الجهاد لا يمكن أن ينهض على دافع عنصري، لا يمكن أن ينهض على دافع عصبي، لا يمكن أن ينهض على دافع عدواني أبدا، ولا يمكن أن ينهض على دافع يعني تحيزي من أجل سلب الآخرين حقوقه. والجهاد دائما خادم للعدل، الجهاد في الشريعة الإسلامية لا ينفك عن العدل. قبل كل شيء ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة. انظروا إلى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن الجهاد: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي إياكم وأنتم في حلبة الجهاد أن تنسوا قدسية العدالة، إياكم أن ينسيكم الجهاد الذي اندفعتم إليه من أجل إحقاق حق، من أجل إعادة حق، إياكم أن ينسيكم العدالة. نفذوا العدالة حتى ولو كانت العدالة في التعامل مع أعدائكم. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الرحم الإنساني، إن الله كان عليكم رقيبا. إذن الجهاد لا يقوم على شيء مما يسمى بالحرب المقدسة، لا يقوم على دافع عدواني، لا يقوم على دافع عصبي، لكن إذا رأينا أن حقوقنا التي نرعاها المعنوية أو المادية جاء من يتربص بها سوءا نقاتله، إذا رأينا من جاء يخطط لعملية عدوانية عليها نقاتله، إذا رأينا من نزل في بقعة من بقاعنا واستلب جزءا منها نقاتله، لا لدافع كيدي لا أبدا، ولكن من أجل أن نرعى حقوقنا. هذا المعنى يجب أن نكون على ذكر به. طيب، هنالك من يقولون ويكتبون من الأجانب ومن ذيولهم العرب ويا للأسف، يقولون طيب رب العالمين يعني شو التحيز اللي تحيزوا لفئة من عباده، وضع الجهاد سلاحا في أيدي فئة من عباده وحرم الفئة الأخرى من الجهاد. هذا كلام يقال، فهموا ما يقولون كيف يعني بنقول، شلون يفسرون هالكلام. قال طيب الجهاد حكم من الأحكام المستقرة في الشريعة الإسلامية، بنقول مظبوط، يقول إذا لكان هذا الجهاد شيء ميز الله به من المسلمين، غير المسلمين يا حرام محرومين من الجهاد، يعني لما هلا غير المسلمين بدون يقاتلوا منقول أنتم قتالكم مو مشروع، لكن نحن قتالنا مشروع، نحن قتالنا جهاد، أما أنتم قتالكم مو مشروع. طيب ليش شو رب العالمين بيتحيز لفئة دون فئة؟ هذا هو الكلام الذي يطرحه بعضهم. ما الجواب؟
الجواب عندما خاطب الله عباده وأمرهم بأن يقيموا موازين العدل وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني أقيموا موازين العدل، خاطب فئة أم خاطب الناس جميعا؟ خاطب الناس جميعا وحملهم جميعا مسؤولية شرف حماية العدالة، وقال لهم جميعا كلكم رعاة للعدالة وكلكم حراس لها، وعليكم جميعا أن تذودوا عن حياض العدالة وأن تدفعوا السوء عنها، وهذا هو الجهاد. إذن هذا الشرف خاطب الله به الناس جميعا، لكن بعد أن وجه الله الخطاب إليهم جميعا أناس أعرضوا وركبوا رؤوسهم وأصروا إصرارهم على أن يظلموا وأن يسفكوا وأن ينهبوا وأن يستعملوا القوة في سلب حقوق المستضعفين، نعم، وأناس آخرون أصغوا السمع جيدا إلى خطاب الله الذي يأمرهم برعاية العدالة وحمايتها وإقامة نظام أو بناء السلم على دعائم هذه العدالة، قالوا والله نحن لها، نحن عبيد الله ولسوف ننفذ ما أمر، وقالوا يا رب نحن سننفذ ما قد طلبته منا. طيب، فهرع هؤلاء للقيام بهذا الواجب والتحلي بهذا الشرف. هل هذا يعني أن رب العالمين تحيز لبعض عباده فأولاهم شرف الجهاد والباقين قال لهم لا أنتم لا؟ لا أبدا، ولكن خاطب الجميع وشرف الجميع بهذه المسؤولية. فئات من الناس آثروا الظلم وآثروا السلب والنهب وآثروا أن يعبدوا أنفسهم على عبادة ربهم، الفئة الأخرى آثرت أن ترعى العدالة وأن تنهض كجنود منفذين لأوامر الله، فالواقع جعل من هؤلاء مجاهدين وجعل من أولئك الآخرين ظلاما مستلبين قاهرين. واضح هذا الكلام؟ لو فرضنا أن والدا ذا ثروة كبيرة له عدد كبير من الأولاد رحل إلى جهة ما وأوصى أولاده أن يكونوا حراسا على ماله وأن يتعاونوا جميعا لحماية هذا المال من الطامعين ومن الناهبين ومن السارقين واللصوص. طيب، الواقع هو هذا الوالد كلف الكل، مو هيك؟ كلف الكل، لكن البعض من هؤلاء سال لعابهم على هذا المال، سال لعابهم على أن يأخذوه كله وأن يتركوا إخوتهم في خارج هذه الدائرة لا ينالون من حقوقهم شيئا. الآخرين، نصف الآخرين، قالوا لا والله بدنا نأدي الواجب الذي كلفنا به والدنا، سنحمي هذه الثروة وسنرعاها ولسوف لا ندع لصا يبنو إليها أو ظالما يحاول أن يستلب منا شيئا. طيب، إذا كان البعض منهم قبل بهذه المهمة ونهض بها سعيدا، البعض الآخرين لم يقبلوا بهذه المهمة، شيء طبيعي أن يكون هؤلاء المجاهدون، نعم، متجهين إلى هؤلاء الذين يحاولون أن يسرقوا وينهبوا بالقتال، نعم، يقولون نحن أولاد أب واحد ووالدنا أوصانا أن نتقاسم هذه الأموال بالسوية وأن لا ندع عدوا يدخل فيما بيننا، ولكنكم تخونون الواجب، كلنا مكلفون بالحماية والجهاد في سبيل هذه الثروة لكنكم تخونون. إذن مع الأسف نحن مكلفون بأن نجاهد فيكم من أجل أن نحمي هذه الثروة من السوء. إذن أعود فأقول واجب الجهاد واجب خاطب الله به العباد جميعا، الأمريكان والإنجليز والفرنسيين كلهم مكلفون بالجهاد لأنهم كلهم مكلفون بأن يقيموا موازين العدالة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذا خطاب الله للكل. ولكن لما نفذ البعض أمر الله
وأبى البعض إلا أن يحطم أمر الله. الواقع جعل المجاهدين فئة وجعل الآخرين بعيدين عن هذا الواجب. هذا جواب عن سؤال يخطر في بال كثيرين. طيب الآن ما هي أهم قواعد السلم والحرب في الجهاد؟ هل السلم هو الأساس في دين الله أم الحرب أيها الإخوة؟ السلم هو الأساس. هذا موضوع هام جدا، لا يلتبسن عليكم في ناس بخربطوا الموضوع. دقيق، جاء الإسلام ليقيم دعائم السلم، وحسبكم أن تعلموا أن اسم الإسلام مشتق من السلام. نعم، والله سبحانه وتعالى خاطب الناس جميعا بأن يدخلوا في السلم كافة، ثم وجه الخطاب خاصة إلى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن هذا هو الأساس الذي جاء الإسلام من أجله، لكن ما هو الحصن الذي يحافظ على السلم؟ العدالة. ابذر بذور العدالة في الأرض تنبت لك الأرض سلما، حقيقة لا أشكال فيها. ارعى هذه الأرض وابذر فيها بذور العدالة بشكل دقيق وانظر كيف تنبت لك الأرض سلما حقيقيا صافيا عن الشوائب. إذن الإله الذي أمرنا بالدخول في السلم في الوقت ذاته ومن أجل أن يتحقق هذا السلم رسخ فيما بيننا موازين العدالة، وأمر الناس جميعا أن يجعلوا من موازين العدالة حكما فيما بينهم. فهو يقول لهم إن أنتم جعلتم من هذه الموازين رائدا وحكما فيما بينكم نفذتم واجب الدخول في السلم، لأن السلم يأتي آليا بعد ذلك. ولكن إن فصلتم بين الأمرين، حاولتم أن تقيموا بنيانا للسلم ولكن دون أن تدفعوا ثمن ذلك عدلا، فاعلموا أن السلم لا يتحقق. ذلك لأن العدالة إذا لم تتحقق ما الذي يتحقق في مكانها؟ الظلم. وكيف يكون الظلم؟ الأقوياء يستبدون بالضعفاء، وإذا سار الأمر على هذا المنوال فالضعفاء قد يصبرون قد يتخاذلون، ولكنهم في وقت من الأوقات لا بد أن ينقضوا ولا بد أن يدافعوا عن أنفسهم ولا بد أن يغامروا ولو بحياتهم، ومن ثم يتمزق السلم. فالسلم لا يتمزق إلا بسلاح الظلم، والسلم لا يتضافر إلا بواسطة العدالة. نعم، هذه هي فلسفة الشريعة الإسلامية التي شرعت الجهاد ولكن شرعت قبل ذلك السلم. إذن الإسلام عندما شرع السلم شرع سبيلا إليه ماذا؟ العدل. طيب إذا دعونا أنفسنا إلى العدل وقلنا يا جماعة تعالوا نعدل فيما بيننا، ولو كنت قويا ولو كنت ضعيفا ينبغي أن يأخذ كل ذي حق حقه، ورأينا القوي وهو يطمع بحقوق الآخرين ويرى أنه يملك من القوة ما يجعله يستلب حقوق الآخرين ولا يبالي بهذا الكلام، ورأينا الأقوياء يغامرون ويستلبون ويتلصصون ويفعلون، هنا يأتي دور الجهاد من أجل حماية السلم من أجل حماية العدل الذي يحمي بدوره السلم. فالجهاد أمر لا بد منه عندما يغيب العدل، ولا بد من أن نرعى إلى الجهاد لأننا دعاة سلم. ولما كان السلم لا يستنبت إلا في أرض العدالة والعدالة غائبة بسبب أن الأقوياء لا يراعون حقا للعدالة وقد سكروا بقواهم، إذن لا بد عندئذ من اللجوء إلى الجهاد. الجهاد شرع في هذه الحالة، وأنتم تلاحظون هنا أيها الإخوة
آيتين في كتاب الله في الظاهر بينهما تعارض، لكن أبدا لا تعارض بينهما، لأنهما يخدمان هذه الحقيقة. الآية الأولى تقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية تنهى عن السلم. الآية الأخرى تقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لا تعارض. عندما ينهى الله سبحانه وتعالى عن السلم، ينهى عن ذلك السلام الشكلي الذي يخفي تحته نيران الظلم. هذا ليس سلما، هذا استسلام. بينما الآية الأخرى التي تأمر بالسلم، تأمر بالسلم الذي جاء نتيجة للعدل. وهذا الكلام سنخوض في تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم.